مستمرات مدينتي ترصد لحظة دهس صيدلانية التجمع الأول، وجهات التحقيق تتحفظ على الفيديو. رصدت كاميرات كومباوند مدينتي فيديو واقعة وفاة طبيبة صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة وطبيب آخر بعدما دهستهم سيارة بأحد الشوارع. وقامت جهات التحقيق بالتحفظ على الفيديو تمهيداً لفحصه للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وعاينت جهات التحقيق مكان الحادث وفحصوا كاميرات المراقبة بالمكان. وكان قائد السيارة المتسبب في الحادث قام بتسليم نفسه للشرطة، وكانت لقيت طبيبة صيدلانية مصرعها وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة وطبيب آخر كان برفقتهم بعدما دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول. تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابين بأحد الكومباوندات بمنطقة التجمع الأول. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالها، مما أسفر عن مصرع الأم وتداعي بسمة على حسين بسمة وتدعى بسمة علي حسنين، وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي وتوفت بنزيف في المخ، كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي طبيب بيطري، وإصابة أطفالهما ياسين حمدان زكي 11 عاما مصاب بكدمة أسفل العين، وابنته نور حمدان بجرح قطعي في الفم وعمرها 10 سنوات، والابن الثالث أحمد حمدان 7 سنوات مصاب بكسر بالقدم اليسرى، كما أصيب طبيب آخر كان برفقتهما وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.